طب بصوا يا جماعه، انا عايز اوريكم فيديو كده، بعد كده نعلق عليه. الفيديو ده حصل في امريكا، في مانهاتن. بنت صغيره بتبيع مانجا، جه البوليس منتهى الهمجيه. شوفوا شوفوا بقى، عايزين تتكلموا على حقوق المراه، حقوق الطفل، التحرش. شوفوا بقى الشرطه بتعمل ايه في القرن 21. دي شرطه نيويورك. بصوا 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 بصوا، بنت صغيره كانت بتبيع مانجا فبيقبضوا عليها. بصوا بصوا، يعني انا متاكد ان البنت دي لو كانت بيضه، يعني احنا بنشوف بنات بس. شوفوا الشعب بقى هنا اتدخل، الشعب اتدخل هنا، زق الظابط اللي كان عايز يحط الكلبشات في ايديها. والظابط ده معروف ان هو عدواني وضد البياعين بتوع الشارع دول، وزقوا البنت بعيد عنه. البنت طبعا طلعت تجري، وان هم بيمنعوا التصوير. شوفوا منتهى الاجرام من الظابط ده، منتهى الاجرام. لا لا، مجرمين 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 يعني الصراحه. منظر بشع يعني. بصوا احنا بنشوف عيال بتبيع في المترو، عيال بتكون مثلا بيضه، ما يقدروش يقبضوا عليهم يعملوا كده. بس تشوفوا دي عنصريه وتحرش وعدم احترام لحقوق الطفل، حقوق المراه، حقوق المهاجرين. بصوا يعني في مشهد واحد، بصوا الفيديو ده حصل يوم الاحد اللي فات، يعني من حوالي كام؟ اول امبارح، يعني من يومين. احنا في جون 2024 يعني. شوف. ماشي يا جماعه، كلها سبسكرايب الصفحه بتاعتنا اليوتيوب فارس مانهاتن، عشان اشارككم كل جديد وغريب وظريف ولطيف في العالم. والله يكون في عون البنت دي واهلها. وهنقفل الفيديو بعد كده. شوف ده الظابط المجرم اللي كان عايز يقبض على البنت. شوف منظر الصراحه بشع يعني. انا مش عايز اعدل لكم الفيديو كتير، بس انا عايز اوريكم يعني اللي احنا بنشوفه في نيويورك. في وحشيه فظيعه من الشرطه من غير اي داعي يعني. مش هيك كل يوم سبسكرايب الصفحه بتاعتنا على اليوتيوب فارس مانهاتن، عشان اشارككم كل جديد وغريب وظريف.